مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرياضه اليوم. حقق مانشستر سيتي الانجليزي انتصارا مهما على ضيف ريال مدريد الاسباني 4-3 بعد لقاء مثير للغايه على ارضيه ملعب الاتحاد في مانشستر الانجليزيه بذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكره القدم. سجل اهداف الفريق الانجليزي كل من البلجيكي كيفين دي بروين والبرازيلي جابرييل خيسوس وفين فودين والبرتغالي برناردو سيلفا، فيما احرز اهداف النادي الملكي الفرنسي كريم بنزيما هدفين احداهما من ركله جزاء، في حين تكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور باحراز الهدف الاخر. هذا وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد بحسم بطاقة التأهل لنهائي تشامبيونز ليج. نعم مشاهدينا، الحديث أكثر عن نصف نهائي تشامبيونز ليج ينضم إلي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن كريم محمد الناقد والمحلل الرياضي، ومن العاصمة الجزائر الصحفي الرياضي الكابتن آدم زراردي. أهلا وسهلا بكم ضيفاي الكرام على شاشة قناة اليوم. لو بلش من عندك كابتن كريم، أول شيء مساء الخير كابتن كريم، منورنا طبعا كالعادة بإطلالتك الحلوة والجميلة. كابتن كريم، يوم أمس شاهدنا مباراة الحقيقة حبيبي من امتع واجمل مباريات دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بين ريال مدريد بين مانشستر سيتي وريال مدريد، التي انتهت بفوز مهم كان للسيتيزنز ب4-3. خلينا نبلش الحديث عن السيتيزنز كابتن كريم لو سمحت. مانشستر سيتي قدم مباراه كبيره واضاع العديد من الفرص المحققه وسجل 4 اهداف، الا ان النتيجه لم تكن مطمئنه لعشاق المدرب غوارديولا باعتبار مباراه الاياب لن تكون سهله في مدريد. بداية طبعا تحدي ليك والضيف ضيفك الجميل صديقي الجميل جدا انا بتشرف وانا متواجد معاه النهارده، وكل سنه طبعا وانتم طيبين والشعب السوري طيب وبخير. احنا شهر رمضان بقى اللي خلاص بقى انتهى، وكمان قدوم عيد الفطر اللي احنا ما اتقابلناش من ساعه رمضان يعني. طبعا مباراه امبارح كلنا كنا عارفين هتبقى مباراه كبيره، كلنا كنا متوقعين هتكون مباراه مختلفه تماما، ولكن في عنصرين اعتقد ان هم اللي خلصوا الكوارث الفنيه ما بين مانشستر سيتي وما بين ريال مدريد بشكل كبير جدا. وجود مدرب محنك، مدرب يعرف يتعامل مع مثل هذه المباريات، مع مثل هذه الادوار، مع مثل هذه البطولات. هو المدرب الاكثر تطبيقا بالشامبيونز ليج الاوروبي طبعا هو انشيلوتي، واحد من المدربين الكبار جدا من وجهه نظر الشخصيه، وكذلك وجود لعيب بيتوهج وصل لمرحله الندوب متاخرا شويه او في وقت متاخر شويه، ولكن اصبح واحد من افضل لعيبه العالم في الفتره الاخيره هو كريم بنزيما. اعتقد لو هو بنفس المستوى بنفس القيمه التهديفيه والقيمه الفنيه منذ حوالي 6-7 مواسم، اعتقد كان هيصبح واحد من افضل المهاجمين في العالم او واحد من افضل المهاجمين التاريخيين كمان مع مر بقى وعلى مر اقطار الكره بشكل عام. امبارح كمان تغيرات، النهارده شفنا بدايه المباراه كلنا توقعنا المباراه من ممكن توصل لسكور كبير جدا 4 أو 5، لان اول حوالي 10 دقائق بنشوف هدفين في مرمى ريال مدريد، اعتقد كمان امر كان صعب جدا. هنا بقى دور المدرب او مدرب اخر غير انشيلوتي من الممكن كان ممكن يقع في فخ الـ يعني ان خلاص بقى المباراه راحت مني وان المباراه اصبحت صعبه بالنسبه لي، كمان اللعيبه على المستوى النفسي من الممكن تقع يحصل بطل، لان اي مدير فني بيكون حاطط سيناريوهات لو يسجل او يستقبل هدف بدري في بعض الاحيان بيتلخبط، في بعض الاحيان ما بيعرفش يتعامل مع المتغيرات بشكل كبير. ولكن شفنا بعد 2-0 بتعامل بشكل مميز جدا، شفنا 2-1 3-1 من ممكن برضو اللعيبه خلاص نفسيا المباراه بعد الثاني، وبعد كده شفنا 4 كمان. فاعتقد ان ريال مدريد واحده من الفرق اللي ما تضمنش انك انت كسبتها او ما تضمنش انك انت عديتها او قدرت انك انت تتغطاها في اي بطوله غير لما توصل البيت وتطمئن ان انت خلاص كسبتها، لان شفناها مع تشيلسي، شفناها مع باريس سان جيرمان، وكنت متواجد مع حضرتك اثناء المباراه وقلت لك ان ريال مدريد ممكن ترجع في اي وقت عادي جدا بشكل طبيعي جدا، لان تمتلك العوامل تمتلك. بعض الحين 4-4-2، في بعض الحين 4-3-3، في بعض الحين 4-5-1 و5-4-1، ولازم نقف هنا يعني ونتكلم في نقطه مهمه جدا. اي مدير فني زي بيب جوارديولا زي تشافي زي توماس توخيل، الفرق او المدربين اللي بيتولوا فرق بيلعبوا دايما على
البول بوزيشن او الاستحواذ بشكل كبير، بيبقى عندهم حريه حركه كتير جدا، بيبقى عندهم لا مركزيه كتير جدا، اداء حركي مميز بشكل كبير جدا، بيلعبوا باكثر من فكره، بيلعبوا باكثر من طريقه. بنشوف جوارديولا بعض الاحيان بيلعب بثلاثه في الخلف وساعات اربعه وساعات خمسه وساعات اثنين سنتر باك وفريق كله طاير لقدام، فبالتالي لازم يكون قدامه بيعرف مدير فني بيعرف يتعامل مع المتغيرات بشكل مميز جدا، وده اللي عمله امبارح انشيلوتي. اعتقد نتيجه بتصب في مصلحه ريال مدريد، لان ملعب سانتياغو برنابيو من الملاعب الصعبه جدا جدا انك انت ممكن تروح تاخد منه اي شيء. شفنا مباراه تشيلسي في هجوم مدير فني كبير ايضا هو توماس توخيل الحاصل على الشامبيونز ليج في نسخه الاخيره، شفنا ان هو بعد ما سجل ثلاث اهداف في ملعب سانتياغو برضه ما عرفش يصعد في الاخر ونتيجه اتقلبت عليه. فاعتقد المباراه صعبت، شفنا حتى رياكشنات بيب جوارديولا في اخر 10 دقائق واضح جدا ان هو شايل هم مباراه العوده، ولكن حتى الان ما نقدرش نقول مين حسم بطاقه الصعود لنهائي الشامبيونز ليج. اعتقد ان احنا لازم نستنى وفي انتظار 90 دقيقه، اعتقد انها تكون ممتعه بشكل كبير جدا في ملعب سانتياغو. طيب خلينا نشوف وجهة نظر الكابتن آدم زراردي. كابتن كريم، كابتن آدم أيضا برأيك هل استحق السيتيزنز هذا الفوز؟ نعم، تحياتي لك أولا كابتن الكريم من مصر، تحياتي للتعبيري والنصر كذلك، أتمنى لكم رمضان كريم وعيد فتح. شكرا. طبعا امبارح كان قادرا على أن إلى خماسية إلى رباعية نظيفة، ولكن الواقعية كانت في جانب ريال مدريد. مانشستر سيتي لما وصل النتيجة لهدفين للصفر في الدقيقة 13 ظنوا أنهم سيطروا مهاجمون، ظنوا أنهم سيطروا على الماتش، ظنوا أنهم فازوا بها قبل. رياض محرز ضيع فرصة يعني لا تضيع وجه، ثم في الفوضن أيضا ضيع فرصة وجه. ريال مدريد لديه مهاجم واقعي وأفضل مهاجمي هذا الموسم، 41 مقابلة، 41 هدف، كريم بنزيما غني عن أي تعريف. أي خطأ سيسجل لك كريم بنزيما، ليس من نوعية لاعبين الذي يضيع ويسجل. كريم بنزيما تأتي الفرصة أمام المرمى يضع الفرص، كريم بنزيما لا يرحمك. هذا المهاجم بهدفه لما أصبحت نتيجة هدفين لهدف منح جرعة أمل وكبير لريال مدريد. بعدها رأينا السيتي يسجل ثم ريال السيتي يسجل ثم ريال يسجل، إذا ريال مدريد كسب الثقة وأعتقد أن النتيجة رغم خسارة مانشستر رغم خسارة ريال مدريد لكن النتيجة تخدمه يعني بطريقة كبيرة كون رقاب سانتياغو. فلو أن الأندية الأوروبية تعتمد كثيرا على ملعب وملعب، لكن ريال مدريد فعل رغم خسارته للمعركة البارحة لكنه لم يخسر الحرب. سيتي عبر فلسفات أيضا في لقاء الإياب. طيب كابتن كريم، يعني هل الريال تقدم بهدفين، عفوا مانشستر سيتي تقدم ببداية المباراة بهدفين دون مقابل، هالشي هذا بعتقد خلق نوع من الثقة عند لاعبين، ثقة زائدة عن اللزوم عند لاعبين مانشستر سيتي انه خلص خيو نحن متقدمين بهدفين راح نجيب الثالث والرابع ونستطيع انه ندير المباراة على كيفنا. هالنقطة هي هل لعبت دور انه ريال مدريد عاد الى اجواء المباراة؟ يعني شيء من التهاون من لاعبي السيتي خلينا نقول واستمرارهم بالهجوم، يعني كان بإمكان مانشستر سيتي كابتن كريم بعد ما أحرز هدفين على أقل تقدير يتراجع إلى الخلف باعتبار عم يواجه فريق قوي مثل ريال مدريد. هنا فلسفة بيب جوارديولا أعتقد اللي ما حدش لاقي لها حل خالص، كل النقاد وكل المحللين وكل المدربين حتى الصديقين واللعيبة الصديقين دايما بيتكلموا ان بيب جوارديولا واحد من المدربين اللي بيجيد في بريمير ليج بيجيد في بطولات الدوري، اللي انت من ممكن تحصل على ثلاث نقاط تاخد المباراة وتاخد اللي انت عايزه. هنا الفارق بقى، هنا لازم ودايما انا بتكلم في هذه النقطة اللي لازم اتعامل بشكل مختلف شوية عمر. يعني النهاردة انت لما بتلعب في بريمير ليج من ممكن تستقبل هدفين ولكن تسجل ثلاث اهداف تحصل على ثلاث نقاط، فبالتالي خلاص انت خدت اللي انت عايزه من المباراه وجزئيه انك انت استقبلت هدفين يعني مش هيضروك في اي شيء. ولكن في البطولات القاريه وتحديدا كمان الادوار النوك اوت الادوار الافتتاحيه اعتقد ان جزئيه انك انت تستقبل اهداف في ملعبك اعتقد انها بتزود صعوبات كبيره جدا. اي نعم دلوقتي دي نقطه على فكره اكثر مدير فني واكثر نادي في العالم واكثر مدير فني في العالم هيستفيد منها هو الغاء فكره الهدف تطبيق الهدف بهدفين في مرمى او في ارضيه او في ملعب المنافس. اعتقد اكثر مدير فني هيستفيد منها هو بيب جوارديولا لان كان دايما بيتضر من استقبال اهداف في ملعب الاتحاد، شفناها مع توتنهام شفناها قبل كده مع موناكو شفناها اكثر من نسخه، بيستقبل اهداف كتير جدا في ملعبه فبالتالي بتزود من الصعوبات عليه
بشكل كبير جدا في مباراه العوده او مباراه بقى اللي في ارض خصم، ولكن برضو كان امبارح لازم يحافظ نسبيا على الفرق الهدفين وانه سجل هدف ثاني، وبرضو كان مندفع وكمان بشكل كبير جدا. بيب جوارديولا واحد من المدربين اللي مره شفت له انترفيو في احدى القنوات البريطانيه، حتى المقدم او المذيع اللي كان معاه والمقدم اللي كان معاه بيساله بيقول له انت دايما بتندفع هجوميه، فحتى بيب جوارديولا قال له ستوبينج هكمل لك انا، هتقول لي طبعا ان عندي مساحات في خط ظهري وان ممكن استقبل اهداف. فالراجل يعني حتى الرد بتاعه كان فيه شويه عن جاهيه، وكان رده اللي انا طول ما انا معايا الكوره او فكره ان انا استحوذ على الكوره هي فيها ريسك، ولكن ريسك اقل من ان انا ما استحوذش على الكوره، لان طول ما انا معايا الكوره انا قادر اسجل اهداف وفي نفس الوقت انا مش هستقبل اهداف، لكن فكره ان الكوره مع المنافس انا ممكن استقبل اهداف في اي وقت. ولكن اعتقد فكره مش موزونه بين حد يقول لي انت بتقول كده على بيب جوارديولا، اقول له اه لان ما فيش حاجه اسمها في الكوره طول ما انا معايا الكوره انا مش هستقبل اهداف. الكوره النهارده من ممكن في اي لحظه في اي وقت انك الكوره يتم الاستخلاص منك الكوره او انك تفقد الكوره وتترد عليك كونتر اتاك زي ما احنا بنشوف كتير جدا مع بيب جوارديولا. اعتقد ان اداره المباراه بعد 2-0 كان فيها عنجهيه، كان فيها يعني جرأة كبيرة جدا لبيب جوارديولا، ده مش جديد عليه، لكن كان لازم يفهم ان هو بيلعب فن كبير، كان لازم يفهم ان هو بيلعب فرقة كبيرة عندها مجموعة لعيبة تعرف يعني تساعده ان هم يرجعوا في اي. طيب كابتن ادم، يعني السؤال الاخير بدي اسالك عن مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد قبل الانتقال للمباراه اللي جاريه حاليا بين فياريال وليفربول. طبعا بقي تقريبا 4 دقائق على نهايه الشوط الاول، النتيجه تشير الى تعادل الفريقين من دون اهداف. كابتن ادم، يعني هلا ريال مدريد بالنظر الى مانشستر سيتي بالنظر الى احصائيات المباراه، يعني مانشستر سيتي هاجم 142 هجمه مقابل 72 هجمه لريال مدريد، هجمات خطره 80 هجمه لمانشستر سيتي مقابل 26 هجمه لريال مدريد. انا يعني جذبني هاي الاحصائيه، 80 هجمه لمانشستر سيتي مقابل 26 هجمه لريال مدريد، ريال مدريد من 26 هجمه خطره استطاع ان يسجل 3 اهداف، مانشستر سيتي 80 هجمه خطره لم يسجل الا 4 اهداف. شو السبب برايك كابتن ادم؟ فلسفه جوارديولا هل هي فلسفه يعني ناجحه بكل المباريات؟ نعم انا ارى فلسفه ناجحه. احصائيات الارقام قلت لك بان ريال مدريد فريق يمتلك كريم بنزيما كمهاجم، كريم بنزيما امام المرمى يسجل كريم بنزيما، بينما ضيع رياض محرز فرصه امام المرمى، ضيع في الفضل، ضيع دي بروين في اول اشواط المقابله. انهاء الهجمه ليس من مهام المدرب، المدرب يقوم لك بالتكتيك او يحضر لك التكتيك الذي تصل الى امام المرمى، اما الفاعل لما جاع تعود عليك تسجل 4 اهداف وضيع 4 اهداف. اذا مانشستر سيتي عليه ان يتحلى بواقعيه اكثر، عليه ان يعرف ضمن يلعب ويلعب ضد ريال مدريد، عليه ان يقوي دفاعه. راينا يعني دفاع وهذا الشيء يا كابتن ادم، بس تعقيبا على كلامك، هذا الشيء اللي تحدثنا عنه قبل شوي لما تكلمت مع كابتن كريم وقلت له الفريق كان متقدم بهدفين، يا اخي هدوا اللعب شوي، عم تلعب مع ريال مدريد ما عم تلعب مع فريق يعني ضعيف، ريال مدريد زعيم الكره الاوروبيه والعالميه، كان بامكان جوارديولا بعد ما سجل هدفين على القليل يعني رجع للدفاع واعتمد على الهجمات المرتده. وغوارديولا معروف وفي لفلسفته، غوارديولا لا يغير فلسفته، حدث له الامر وخرج مع بايرن ميونخ من دوري الابطال ثم كررها مع مانشستر سيتي. غوارديولا لديه افكار لا يمكن ان يتوقعها اي فرد، مثلا في نهائي الموسم الماضي ضد تشيلسي نزع لاعب صاحب الرقم 6 منصب مهم جدا في كره القدم نزعه. غوارديولا هو وفي لفكرته، لا يمكن ان يغير فكرته. غوارديولا يلعب باسلوب هجومي، كان يظن انه بامكانه قتل المباراه مبكرا، دفاعه لم يحسب جيدا لريال مدريد ولكريم بنزيما هذا المهاجم القناص والخطير الذي يسجل في اي فرصه وفي اي هدف، وبالتالي سيتي عليه ان يسجل اهداف اكثر، عليه ان يحسن نفسه من جانب الدفاع حتى يضمن التاهل من مدريد. طيب كابتن كريم، يعني خلينا نتحدث عن المباراه الجاريه حاليا بين فياريال وليفربول. فياريال حتى هذه اللحظه متعادل مع ليفربول بارض ليفربول من دون اهداف، تقريبا الشوط الاول قارب على النهايه. كابتن كريم، كيف بتشوف حظوظ الفريقين بهي المباراه، خاصه مثل ما بنعرف جميعا فياريال نجح بطريقه الى الدور نصف النهائي باقصاء فرق او انديه من العيار الثقيل كجوفانتوس الايطالي وبايرن ميونخ الالماني. في الطبيعي هنقول ان مباراه في المتناول ومباراه سهله جدا بالنسبه لليفربول، بنتكلم في اقوى نادي في انجلترا ومن اقوى ناديين
في انجلترا ومن اقوى ناديين على مستوى العالم مع مانشستر سيتي طبعا، ولكن بعد اقصاء فياريال لبايرن واليوفي كمان اعتقد المباراه من الممكن تكون صعبه جدا. النهارده المباراه اعتقد في اسبانيا، وناي امري اهم حاجه عنده ان هو ما يستقبلش اهداف في ملعبه، واعتقد انه هيوصل المباراه اطول فتره ممكن بنتيجه 0-0. كذلك هيلعب في الانفيلد بنفس الافكار على امل انه يسجل هدف في مرمى ليفربول في ملعب ليفربول، وتبقى النتيجه بالنسبه لهم ايجابيه جدا، وليفربول يحتاج انه يسجل هدف او هدفين كمان، لان 1-1 في ملعب الانفيلد اعتقد هتكون برضه يعني ايضا بتتيح وبتقصي ليفربول خارج البطوله. واعتقد ان دي الافكار اللي اوناي امري من الممكن يعتمد عليها ويشتغل عليها، انه اهم شيء في ملعبه ما يستقبلش اهداف، هيدافع في ملعبه ما عندوش مشكله خالص، وهيروح يدافع ايضا في انجلترا وفي ملعب الانفيلد، ولكن اهم حاجه بالنسبه له ان هو ما يستقبلش اهداف، ويحاول زي ما عمل في ملعب طبعا أليانز أرينا ملعب البايرن انه يسجل هدف في الدقيقه حوالي 89 قتل بيها المباراه. واحد من المدربين اللي بيعرف يلعب وبيجيب الاداره الفنيه للفرق اللي هي بتاتي في منتصف الجدول الدوري، سواء في اي دوري في العالم بقى، في اسبانيا في انجلترا في فرنسا، واحد من المدربين اللي بيعرف يلعب بمنظومه دفاعيه مميزه جدا، ولكن ايضا عنده كونتر اتاك مميز جدا في عنصر السرعه، تقديم من اقل عدد من النقلات بيوصل للثلث الاخير من الملعب، وشفناها في هدف وتسجيله الهدف في مرمى الباير من 3-4. كابتن كريم هل تسمعني؟ طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بكابتن كريم. كابتن آدم أيضا بدي قراءتك لمباراة فياريال وليفربول اللي تقريبا الشوط الأول انتهى بتعادل فريقين من دون أهداف. هي مقابلة ريال فياريال أقوى ليفربول، هي مقابلة صعب التكهن فيها، صعب وضع التكهن فيها، صعب وضع قراءة فيها. يعني ليفربول فريق قوي، فريق دائما يصل الأدوار يعني الربع النهائي والمربع الذهبي النهائي قبل موسمين فاز به. ليفربول فريق قوي بقيادة يورغن كلوب، ولكن الأمر المفاجئ هو إمري، إمري الذي يصنع يعني فرق قوية جدا، فعلها مع إشبيليا، ثم ثلاث مرات توج بالدوري الأوروبي، ثم هذه السنة نراه يصنع يعني فريق مع فياريال، يعني فريق قوي جدا بإمكانه التنافس حتى على اللقب، بإمكانه التأهل، بإمكانه يصنع مفاجأة، ولا أحد كان يظن أن فياريال سيصنع مفاجأة ويقصي من بايرن ميونخ عملاق ألمانيا، ولكن الكرة الإسبانية في هذه المواسم الكرة الإسبانية أصبحت قوية في نصف النهائي، أصبح نرى ناديين إسبانيين بدينين إنجليزيين سيطرة كبيرة، الأندية الإسبانية في تقدم، فياريال بلاعبين يعني مغمورين ليسوا معروفين على الصعيد الأوروبي، ولكن يصنعون مع أوناي إمري يصنعون العجب، بإمكانهم التأهل النهائي، ولكن عليهم أولا المرور بسلام من جحيم الأنفيلد اليوم. طيب يعني شو هي مفاتيح اللعب اللي يعني ممكن انه يستخدمه يوناي امري بهذا اللقاء؟ طبعا انتهى الشوط الاول كابتن ادم، مثل التذكير انتهى الشوط الاول بين فياريال وليفربول، عفوا ليفربول وفياريال باعتبار بارض ليفربول، انتهى بتعادل فريقين من دون اهداف. كابتن ادم شو هي مفاتيح اللعب اللي يعول عليها الحقيقه المدرب الاسباني يوناي امري لايصال فياريال للمباراة النهائية؟ بعتقد لأول مرة في تاريخ النادي، باعتبار فياريال سبق وأن وصل إلى نصف النهائي، لكنه على ما أعتقد لم يصل إلى المباراة النهائية. طبعا أوناي إمري سيحاول اليوم الخروج بأقل الأضرار من موقع أنفيلد أولا، وإن كان سجل هدف في الشوط الثاني سيكون أفضل له، ثم سيحاول في لقاء الإياب، أعتقد أنه مفتاح تأهل خصوصا وأنه سيلعب بإسبانيا. شاهدناه في اللقاء الماضي أمام بايرن ميونخ، سجل في الدقيقة الأخيرة وفاز، إذا سيلعب على الهجمات المعاكسة، سيلعب كل حظوظه، سيحاول الحد من هجمات ماني وصلاح وغلق كل المنافذ على هجوم الليفر، كون ليفربول قوي هجوميا من هذا النادي الإسباني، ولكن أوناي إمري مدرب ذكي، مدرب بطولات، يعرف كيف يسير نظام البطولة، يعرف كيف يسير مقابلة بمقابلة، أعتقد أنه سيلعب على الهجمات المعاكسة، سيلعب على سرعة مهاجمي خصوصا شيكوينزي، هذا الهداف النيجيري الذي أصبحنا نراه يسجل في كل مقابلة فياريال هذه السنة. فياريال تقريبا يمتلك 15 الى 16 لاعب جاهزون، رايناه في الدوري الاسباني وفي دوري الابطال، بامكانه تدوير التعداد، وبالتالي فياريال اعتقد شخصيا انه يمتلك فرصه هذه المره افضل من ليفربول الى الوصول الى النهائي.
طيب نرجع لعند كابتن كريم، بعتقد صار جاهز معنا. كابتن كريم، كنت عم تتحدث عن فياريال وليفربول، بدي بس باختصار يعني بحوالي دقيقة أو دقيقتين رؤيتك أيضا، يعني كمل حديثك عن المباراة وبدي توقعك لنتيجة المباراة. كابتن كريم، زي ما قلت لحضرتك كابتن سمار كده ان هو اوناي امري مش هيجازف خالص، ما عندوش اي حاجه من الموسم يفكر انه يجازف علشانها. هو كل اللي بيفكر فيه ان انا اخرج من ملعبي بنتيجه 0-0 واروح ملعب الانفيلد، احاول برضه اطول المباراه اطول فتره ممكنه، لان كل دقيقه بتعدي على ليفربول في ملعب الانفيلد اعتقد ان هو بيتحط تحت ضغوطات كبيره جدا في وجود يعني الساعه الكامله لجماهير ليفربول في مباراه العوده، وهيلعب على نفس الفكره اللي لعب عليها في اللقاء الفاير انه يحاول يسجل هدف في ملعب الانفيلد. اعتقد ساعتها هيكون صعب الامور بشكل كبير جدا على ليفربول. رقم واحد، ليفربول محتاجه تجيب جول واثنين كمان عشان تعرف ساعتها تصعد من وتستطيع انها تصعد من ملعب الانفيلد. واعتقد يعني افكار اللي بيعتمد عليها اوناي امري من المدربين الفنيين اللي بيعرف وبيجيد، واثبت كده من خلال مباراه اليوفي ومباراه البايرن ان هو بيجيد اللعب بشكل كويس جدا بالمنظومه والافكار والاساليب والفلسفه الدفاعيه، وبيعرف ان هو بيتحول بشكل سريع جدا وبيعرف يتحول بشكل مميز، عنده كونتر اتاك يعني واحد افضل الهجمات المرتده بنشوفها هجمات ضد الفتره الاخيره مع اوناي امري مع فياريال تحديدا. شفنا في لقاء البايرن بس برضه بايرن لمرمى البايرن حوالي 3-4 نقلات، يعني نقل التاك الثالثه كان في 18 بتاعت بايرن، اعتقد النقله الرابعه كان كوره في اشتباك فكوير حارس المرمى الالماني طبق كبير. فيعني لازم يورجن كلوب ياخد باله من الفخ ده، اي امر واحد المدربين يعني ضغط الكوره بيعرف يسرع الاقتصاد بشكل كويس جدا. وانا كمصري طبعا بتمنى وجود ليفربول هي هذه البطوله، محمد صلاح يرفع هذه البطوله بره تركيا، ولكن اتوقع في النهايه ليفربول من ممكن مباراه بنتيجه 1-2 في لقاء العوده، ولكن اعتقد مباراه اليوم هتنتهي بنتيجه 0-0. طيب كابتن ادم، سؤالي الاخير لك ايضا عن المباراه. طبعا اخر لقاءين جمعا بين الفريقين كانا في نصف نهائي بطوله الدوري الاوروبي موسم 2015-2016 عندما فاز فياريال في اسبانيا بهدف وليفربول في انجلترا بثلاثيه، ليبلغ ليفربول مباراه نهائيه من بطوله الدوري الاوروبي حينها قبل ان يخسر النهائي امام اشبيليا بثلاثه اهداف لهدف. هي الاحصائيه او هي النتائج برايك يعني بتعطي افضليه لليفربول ولا لفياريال بمباراه اليوم، وتوقعك لنتيجه اللقاء قبل ما اختم برنامج كابتن ادم؟ شخصيا لا، انا اعتقد افضليه لهذا وذاك. فياريال نقطه قوته هذا الموسم تحديدا عيده وكررها اوناي امري، يعني رجل صنع فريق من ذهب، من ذهب، افضل فريق اسبانيا هذا الموسم، وبالتالي الاحصائيات السابقه تختلف عن هذه المقابله. اعتقد ان مقابله اليوم ستنتهي بدون اهداف 0-0 لان اوناي امري سيحاول الخروج باقل الاضرار، وفي اللقاء القادم سيحاول مباغته ليفربول بهدف يمكنهم من التأهل إلى النهائي. بالتالي أرى أن فياريال سيتأهل إلى النهائي على حساب ليفربول، وربما سيواجه مانشستر سيتي في النهائي ويواجه رياض محرز الذي نتمنى له كجزائري أن يتوج بدوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر الذي توج بها كأول عربي مع نادي بورتو إن شاء الله. نعم، يعني أنت وكابتن كريم اثنيناتكم اتفقتوا على موضوع أنه المباراة تنتهي من دون أهداف. طيب أنا راح أقول توقعي، بعتقد ليفربول سيفوز بهدف دون مقابل. بالنهاية بتضل توقعات. الحقيقة كنت سعيد جدا بتواجدكم معي كابتن كريم وكابتن آدم، إلا أن وقت البرنامج انتهى. كانت فعلا حلقة مميزة بتواجدكم معي كباتن. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي النهاية أشكر ضيفي الكريمان. كان معي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن كريم محمد الناقد والمحلل الرياضي، ومن العاصمة الجزائر الكابتن آدم زراردي صحفي رياضي. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.